سؤال ذلك قاركود وحي ورانيان إلى سبحانه وتعالى وحو كسر ريا السمادة علماء قاركود وحي راهدين إلى سبحانه وتعالى مال وكسو غن يهي مجرته يقولك صحيحة هي محوية يهي مسألة دان دحديدة جوابتا وحيود دليشدين علماء أهل السنه إنو إلى سبحانه وتعالى كسر ريا وخلق جيسا ولو علوي ذاتيا كتابك إلهي يسنة النبي يا جماعة يا عقلك يا فدرادة هدين كورنا كتابك أدلة تسنى سواء ابن عبادانتها إن إله سبحانه وتعالى كسر رأيه خلق جيسا مرك قارك الله حي أدلة الشيء جيسا إن إله سبحانه وتعالى خلق جيسا وكسر رأيه فوقية لما يسترى مرنا وحي الشيء جيسا إن إله سبحانه وتعالى الرموه يكسر الدقان مرنا أدلة وحي الشيء جيسا إن إله سبحانه وتعالى الرموه حلق جيسا أيك عام أيك راء مرنا وحي الشيء جيسا إن إله سبحانه وتعالى وكسوغا يهي السموهيك هديانو كهرينو علويغا تسينا يا إله سبحانه وتعالى إنو خلقي يسو كسر أيو قولك إله سبحانه وتعالى ويلي سبح اسم ربك الأعلى إنو إلهي كسر أيو خلقي يسنا واحد تسينا يا قولك إله سبحانه وتعالى ويلي وهو القاهر فوق عبادي إن إله سبحانه وتعالى أشياده كسو الدقان وحود دليل قولك إله سبحانه وتعالى ويلي إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون إن أشياد دنكيس القرآن أرن كست إله سبحانه وتعالى دنكيس وقعوا حود دليلا قولك إله سبحانه وتعالى ويلي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إن إله سبحانه وتعالى وصمد وكدل سوية أما بس وكسر رأيه وحود دليلا قولك إله سبحانه وتعالى ويلي أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض هدين ودهغنا دنكا سنده الى الله سبحانه وتعالى وكسريه وحو دليل نبي عليه الصلاه والسلام قعميص يقر قاد دنكا سمد دعاده دخليده سدا كسورته عشرات الاحاديث تبنان حديث واد تربدان وحتسنا يا حديثك جاريه ونبي عليه الصلاه والسلام ادونت يريد كيرين الله وحيت في السماء وحو رسولك كير من انا انغو ياناهي وحيت انت رسول الله دغه حتى رسولك الهي waxa uu ku yiri saaxiibkay cidi lahayd hore waayo waa adoon muuminaa markii hore adoon bay ahayd aan xor lahayn oo nafteeda aan mulki ahayn laakiin markay qirtay in ilaaha subhanahu wa ta'ala samada uu ka sareeyo dadka luusana bani aadam kuna arinta noocaas ay way inkirayaan in ilaaha subhanahu wa ta'ala uu ka sareeyo khalqigiisa oo samada uu ka sareeyo waxaanay oranayaan ilaaha subhanahu wa ta'ala ما سرّيه من هو سيء مدق يبدح تون معها بل وحي أرانا يا إله سبحانه وتعالى ملك سعيد شوقا هداين ودقنا دنك دلائش إجماع سلف كوحي كل من إن إله سبحانه وتعالى ذات تدس ويكسر يسوس ماذا وحان كسر نغلين أقواش أهل العلم السيد الذهبي رحمه الله تعالى كتاب كيس العلو للعلي الغفار هداين ودقنا دنك عقلقا إله سبحانه وتعالى وحو كسفيسي سفا لما يسترنا سدا اسكوا فقسيهين تدك عقالة هي عقل جيدو وبدك قبو هدي أرنتنا عاسي سدا يتهي وحو واجب إنه نقنو كو إله سبحانه وتعالى أصغي ويسفاك استو لما يسترنا سيديسا وامد أصغي إله سبحانه وتعالى هدي أنه أغنردنك في درادة وأرنتنا عاسي سورتقل ماها بلا دود يميدس كبريتونا إنسان كسو فدردي سو سليم قبطو وحاو قرى يا عمبا سو آميني أو قرى سيها إله سبحانه وتعالى سمدو كسر مانا تسينا سو إنسان كا تسالهان هدي إنسان كا يصيبت مصيبو وحاو جهي سنة يدنكا إله سبحانه وتعالى وقلبك سو حاو جهي سنة أو اللي حانا يدنكا يسمدا جهكا لكن الله يحن مايو وحلكن لا يبضن قوة إنكرة يا إله سبحانه وتعالى خلق جيسا وما قادة قعمه ذا مركا يدعي سنيان إلا إلى السماء لنكا سمد موياني يقو آمن سن إن إله سبحانه وتعالى خلق جيسا وكسر أيو